ولنقاش المطالب الدولية بتصنيف منظمة الحوثي أو بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية بعد الهجوم الأخير على دولة الإمارات. ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بكم دكتور. رحب بك أستاذ سمية وبمشاهدينا الكرام. دكتور، كان هناك إدانات واسعة لاستهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبوظبي، برأيكم إلى أي مدى تشكل هذه الجهود الدولية المتضافرة لتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية دافعا أساسيا للحصول أو تحقيق هذا المطلب والحد من تهديدات الميليشيا للمنطقة؟ لا، حقيقة الحوثي كان على قائمة الإرهاب في زمن ترامب، حينما أتى بايدن من أجل الاستعداد للمفاوضات النووية الإيرانية تم رفع الحوثي. حقيقة الحوثي هو رأس حربة لإيران، مثله مثل بقية الميليشيات في المنطقة، في لبنان، في سوريا، في العراق. يعني دعيني بس يعني أقدم مقدمة بسيطة. في 11 يناير حينما زار وزير خارجية إيران عبد الهيان إلى سلطنة عمان وقطر، قال لا ينبغي التفكير حل المشكلات بالقوة والأزمات بالقوة العسكرية والهيمنة. طبعا هو عبد الهيان حينما لاحظ هناك مرحلة تحول من الدفاع إلى الهجوم نسي أنه الحاكم العسكري حسن أورلو هو من رفض المبادرة السعودية للسلام في اليمن وليس الحوثيين. ولذلك الحقيقة الآن إيران هي في مفاوضات مع طبعا مع الأربع زائد واحد. إيران حولت اليمن إلى منصة لاستهداف مصالح دول إقليمية وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن والسلم العالمي. الآن هي تخشى خسارة نفوذها، لأنه الآن المملكة العربية السعودية هي في نحو التوجه نحو تفكيك الميليشيات الموجودة في المنطقة، سواء في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق. وهذا توجه حقيقة عربي إقليمي دولي حقيقة. وإن كان هناك طبعا ملف المفاوضات النووية، هناك أيضا بايدن اتخذ مرحلة وهي الاتفاق المرحلي، والدول الإقليمية هي يعني مسؤولة عن أمنها ومسؤولة عن إرادتها، وهي التي تحاول أن تستعيد يعني سلطتها وهيمنتها على المنطقة. حقيقة يعني وضعت السعودية لإيران بأن يعني ما أدري بخط أحمر، كما وضعت سيسي لتركيا بأن السبت والجفرة خط أحمر، لكن إيران لم تتنبه لهذا الخط الأحمر وأصرت على استعادة مأرب. لكن تحول الآن تحولت المعركة من الدفاع إلى الهجوم، رغم أن مبادرة السلام معروضة أمام الحوثيين. ولذلك أعتقد أن الآن إيران هي يعني محمد عبد السلام حينما زار الرئيس الإيراني المتحدث الحوثي، حينما زار الرئيس الإيراني وزار الأمين العام للأمن القومي الإيراني هدد بضرب الإمارات. الحقيقة هم تحاول إيران بتفكيك التحالف العربي، لأن دولة الإمارات تختلف عن دولة المملكة العربية السعودية بأبعادها الجغرافية، قارة كبيرة، بينما الإمارات دولة بجغرافيا محدودة جدا. ولذلك هم يلعبون على هذا الوتر. ولكن أنا في ظني الآن هناك توجه نحو طبعا يعني إنهاء هيمنة الحوثي في صنعاء والحديدة وتعز. هناك يعني توجهات جديدة ستقضي على هذه الهيمنة الحوثية التي تهدد أمن البحر الأحمر وأمن البحر العربي وأمن الدول الإقليمية بما فيها دولة الإمارات كدولة طبعا محدودة الجغرافيا، صغيرة تتأثر، ليست مثل المملكة العربية السعودية ذات الأجواء البعيدة جدا التي يمكن اصطياد هذه المسيرات وهذه الصواريخ البالستية.
في هذا السياق دكتور، إلى أي مدى تتوقع أن إنهاء النفوذ الحوثي سيكون بتدخل دولي ممثلا بقرارات جديدة من مجلس الأمن، خاصة أن الكثير من الدول على غرار الإمارات طالبت بوضع حد لهذا التهديد الأمني أو تصنيفها كمنظمة إرهابية أو أكثر من ذلك؟ إلى أي مدى تتوقع صدور قرارات مماثلة من مجلس الأمن؟ أنا في ظني يعني بمجرد مجلس الأمن أصدر قرار يطالب الحوثيين بالإفراج عن سفينة روابي، هذا قرار من مجلس الأمن. يعني إذا لم يسلم الحوثي هذه السفينة، أنا في ظني أن دول التحالف العربي تمتلك القرار في استعادة هذه السفينة بالطرق طبعا القانونية. و يعني الان العالم منشغل طبعا من المفاوضات النوويه ما بين ايران ودول المجموعه 4+1، يعني لا اظن يعني القرار الان في المجتمع الدولي، بل ان القرار هو موجود في يد التحالف العربي، والمجتمع الدولي يعني اختلف قبل المفاوضات وبعد المفاوضات. يعني قبل المفاوضات كان هناك اتفاق ستوكهولم، هناك اتفاقيات من أجل الوصول إلى مرحلة الحل السياسي. يبدو الآن الأفق الحل السياسي لا يمكن أن يتم الوصول إليه إلا عبر الاستيلاء على صنعاء والحديدة، وطبعا وتعز يعني الساحل الجنوبي والغربي. حينها أنا أعتقد الحوثي سيجلس على طاولة الحوار وسينفصل تماما عن إيران. نعم. إيران الآن خشيتها الوحيدة أن تخسر ميليشياتها على رأسها، طبعا إذا خسرت الحوثي كرأس حربة ستخسر حزب الله في لبنان، ستخسر الميليشيات. الآن الميليشيات في سوريا هي على وشك خسارتها، الآن أيضا الميليشيات في العراق لا زالت في يعني تراوح في مكانها. فحقيقة إيران لأنه إذا خسرت هذه الميليشيات هي خسرت نفوذها من المنطقة بشكل كامل، ولذلك هي تحاول أن يعني أن تدافع عن هذه الميليشيات. وأنا أعتقد أن هذه الضربة، ضربة الإمارات، ظني أنها ليست في صالح دولة إيران. نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي، حدثتنا عبر الهاتف من مكة.